اهلا وسهلا، اليوم عندنا مقابله مع ام ار تي موروكو راب ترولز. طبعا حطوا لي اسئله وان شاء الله الاسئله ما تكون محرجه وان شاء الله ما اتفلسف عارف. معاك جوستافو من السعوديه مكه بالتحديد، بروديوسر رابر هاوي، مقدم برنامج في اليوتيوب لايف اوف ميوزك او هيب هوب ستايل او اندر جراوند موفمنت، اي برنامج هو في الاخير انا. طبعا اول شيء عندي مغاربه مره كثير اصحابي هنا في مكه، لانه في كثير مغاربه في السعوديه عندنا، لكن تعمقي في الراب المغربي تقريبا 2017، الفتره ديك اللي كان فيها هبه الراب المغربي والبيفات والكلاشات، الفتره ديك 2017 بديت اسمع راب مغربي يعني بشكل متعمق. يعني في السابق كنت اسمع لي مسلم، دومبيك، باد فلو والرابز القدامى اللي في المغرب يعني. يقول لك الانسان عدو ما يجهل، فاكيد هم يعني بيسمعوا الراب مغربي، وراب مغربي قوي ممكن تستغنى عن بعض الدول العربيه الصراحه اللي الراب فيها لسه هاوي، لكن برضو في الاخير انت لازم تتفتح على المحيط حقك، تشوف المنافسين وكيف تتطور وكيف تتحسن. فاذا انت ما بتشوف المنافسين كيف راح تتطور؟ كيف راح تعرف هل هم بينافسوك، هل هم اعلى منك، هل هم اقل منك عشان تتطور؟ فلازم انت يكون عندك ادراك للمنافسين بشكل كامل، وهذه نقطه ايجابيه. احسن البوم في الراب المغربي عز عندي ستايل، وممكن كتراب ممكن بلاك روز، احسن ثلاثة رابز مغاربة. خلنا نتكلم شخصيا بالنسبة لي يعني كمودي والتايب حقي، يعجبني مات، يعجبني طاني، يعجبني وانزا، ممكن احس دول الثلاثة يعني لون كمان حط اربعة لون. ما اعتقد انه صعوبة اللهجة ممكن تحط عائق للموسيقى يعني، او للافلام او للفن بصفة عامة. يعني في ناس كثير بتتابع عرب امريكي وما بتفهم انجليزي، وفي ناس برضو بتتابع عرب فرنسي وما بتفهم فرنسي، واكيد برضو في ناس بتتابع كثير راب مغربي وما بتفهم مغربي، بس احس انه تقدر تفهم مغربي اكثر من انه تفهم انجليزي ما كنت تعرف انجليزي. فاحس انه موضوع نسبة وتناسب، لكن في الاخير احس لغة الموسيقى هي لغة عالمية، كان روسي، سويدي، ألماني، إيطالي، أي لغة، في الأخير الميوزك أنت تعرف مين هو الإنسان الكويس ومين الإنسان الفاشل، حتى لو ما كنت تفهم اللهجة أو ما تفهم اللغة. مين يقدر ينافس الراب المغربي؟ مصر وتونس فقط يعني، ولا يزعلوا مننا الجزائريين، لكن مصر وتونس بالنسبة لي يعني أشوف هم اللي يقدر ينافس الراب المغربي الصراحة. عالميا احس الموضوع صعب شويه يعني، لانه في بعض الناس بيقارنوا الراب المغربي بالراب الامريكي او الراب الفرنسي او الراب الياباني او الراب الكوري او الراب الالماني او الراب الروسي، يعني بتكلم عن الدول اللي فيها الراب كويس وبيدخل فلوس. هناك الراب فيه له صنعه، فيه له مبيعات للالبومات، الحفلات عندهم بشكل مره كبير، صح انه المغرب فيها حفلات مشهوره ولها تاريخ كبير وتاريخ عريق، لكن برضه احس المنافسه مع الاجانب الموضوع شويه صعب، لانه هناك شركات الانتاج بتصرف فلوس مره كثير، الاعلام متقبل للراب اكثر من الاعلام المغربي. فاحس انه ممكن في المستقبل يعني، مو الان يعني، ممكن بعد 5 سنين 6 سنين، الله اعلم بكل صراحه. بكل صراحة من أهم الصفحات اللي بتابعها حاليا في الانستغرام، وقاعد تعطيني أخبار تختصر لي أشياء مرة كثيرة، لأنه أنا مني مطلع لكل رابر على حدة يعني، لا بدخل الصفحة بلاقي كل الأخبار، بلاقي إيش صار الجديد، إيش اللي حصل، إيش الكلاشات اللي حصلت، مين نغز مين، مين أتكلم على مين، إيش رأي الجمهور بالألبوم الفلاني. فأحس إنه هي تختصر لك وقت مرة كثير، وأنا أشجع بكل صراحة الصفحات هذه إنه هي تستمر وتلاقي دعم أكبر من اللي حاليا قاعد تحصل من ناحية ماديات أو من ناحية شو إعلامي أكثر يعني. قبل ما أعطي رأيي في المشكلة، خلينا نتكلم ليش الناس بتسمع في التليجرام ما بتسمع في سبوتيفاي أو أنغامي أو أي منصة من المنصات الصوتية. أحس إنه موضوع لأنه التليجرام أسهل من ناحية التحميل، ما عندك اشتراك في سبوتيفاي رح يحط لك إعلانات، والموضوع صراحة مزعج، فأنت تسمع في التليجرام الموضوع أسهل في التحميل، اسهل في التواصل، تحملها على جوالك بشكل دايركت. فاعتقد انه المشكله مشكله وعي، ما هي مشكله تليجرام
وتسريب تراكات ومنصات غير رسمية. أنا أشوف إن هي مشكلة وعي. الناس لازم تفهم إنه هذه صنعة، المزيكا صنعة، الرابر قاعد يتعب، قاعد يحط جهد، قاعد يحط فلوس على المشاريع حقته، فأنت لا تدفع له، ما عندك فلوس لا تدفع له، بس أسمع الأغاني من المنصات الرسمية اللي هي راح تدفع له، حتى لو كان بتدفع له أرقام قليلة، بس في الأخير أنت ساهمت في الصنعة إنه هي تستمر. فالموضوع موضوع وعي أكثر من إنه موضوع كسر حواجز يعني. بصراحة أنا أحب الموضوع الترفيهي، إنه مو لازم نأخذ موضوع جدية في كل شيء يعني، فموضوع طبيعي عادي، أحس ما أحس إنه موضوع يزعل يعني. طوطان كوني اسمالكس مونس ماد حاري. ماد حاري، اخاف اقول ماد الناس يزعلوا مني، اخاف اقول حاري والناس يزعلوا مني، افضل ماد بكل صراحة. بحب الفايب حق إلي، بس أختك ليركس كموضوع هي أفضل، فبميل لك. دراغونوف طبعا بيك فان. الاثنين ما يعجبوني. ممكن أقول علي. طاني طبعا، طاني واعر. بقول صراحة أنا مرة قدر هذا المجهود، وأنا حاولت إنه أنا أسوي صفحة في الانستغرام برضو تغطي مواضيع الراب في الخليج عندنا. الموضوع صراحة مرة صعب وياخذ وقت مرة كثير، وأنت لازم تكون متابع أول بأول، عكس اليوتيوب إنه أنت بتغيب أسبوع، بتغيب 4 أيام 5 أيام، تجهز حلقة واحد 10 دقائق في الأخير ترميها في اليوتيوب. بعض الناس بيشوفوا إنه موضوع الصفحات الانستغرام موضوع سهل، لا هو موضوع مرة صعب يبالي وقت مرة كثير. فأنا أقدر المجهود الصراحة الكبير اللي قاعدين تطرحوه في الصفحة والاهتمام، وعلى المقابلة برضو، فكامل الاحترام، وأتمنى لكم التوفيق وعقبال المليون متابع في الانستغرام، وتكون من أكبر الصفحات يعني في العالم العربي كراب أو كمخصصة للراب.